حاول كتير قوي ان احنا نوصل للستاندردز بتاعتهم وستيل لسه ما وصلناش، بس هو ده اللي احنا بنحاول نوصل. عندنا فيجن بعد ما نحقق الميشن بتاعتنا، او لو فضلنا نحقق الميشن بتاعتنا 10 سنين، الفيجن ان احنا نوصل ان احنا ناثر في الماركتنج ساينس جلوبال، ان يبقى في حد مصري كتب كتاب علم الناس في امريكا حاجه. انا اقصد دايما امريكا، مش اي حاجه، مش عقده الحواجه، بس هم البلد المسيطره او المحتكره للعلم ده. نفسي ان احنا نطلعهم بره، نفسي ان هم يشوفوا ان في عقول، والعلم ده بالتحديد مش محتاج اكتر من ان احنا نشغل دماغنا ونزود الكرياتيفيتي اللي عندنا، نخلق ناس جاهزه تكلم، مش ناس جاهزه تسمع اللي هم حاطين. فدي الميشن والفيجن الاساسيه اللي احنا حاطينها. وبالنسبة للنهاردة، ايه المحاضرة، ايه الفكرة الأساسية، او ايه الهدف اللي عايز توصله النهاردة للناس؟ الهدف كان ان احنا نجمع عدد الماركتر اللي انت شفتيه ده، تقريبا اكتر من 300 ماركتر في نفس المكان، عشان يبقى بداية للانباوند ايج في مصر. احنا بادئين بقالنا سنتين بس، العصر ما ابتداش، احنا بادئين وحاسين ان احنا حاجة شاذة في وسط حاجات كلها منطقية. ناس شايفانا ان احنا من المريخ،
هي الفكره لا خلاص موضوع المريخ ده انتهى. احنا من النهارده احنا بقينا كتير، احنا 20,000 واحد مصدقين الفكره، فمن النهارده نقدر نقول ان الانباوند ايج، عصر الانباوند ابتدى. وانا كنت شرحت في السيشن ان هو جه منين اصلا، جه من الكونكشن ايج اللي جه عن طريق الانترنت. فهي دي كل الفكره، الايفنت معمول مخصوص عشان يكونكت الناس في المجال بتاعنا، عشان لما نتجمع هنبقى اقوى، ولما نبقى اقوى هنوصل للمشهد الصح. كنتوا مش هتحتاجوا الغلطات دي، او كنتوا محتاجين غلطات تانية خالص عمركم ما شفتوها. انا سعيد ان انا بشتغل معاكم، انتوا فعلا تيم يستحق التقدير. انا معندتي التيم بتاعي قصير.